اهلا بيكم مره تانية. تعالوا بقى نروح ونتابع مع بعض اخر اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه مع زميلتنا العزيزه سالا حامد. سالا موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالا صباح الفل عليك، اتفضلي سامعينك. صباح الخير. طبعا في البدايه برحب بيك يا كريم، واكيد برحب بيك يا نهاوند وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد من 10 الصبح في الاهلي في بدايه الاسبوع، وكالعاده طبعا هكون معاك يا كريم واكيد معاك يا نهاوند ومع كل جمهور 10 الصبح في الاهلي من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان ننقل لكم كل الامور واخبار جميع الفرق الرياضيه، وطبعا التدريبات واستعدادات جميع الفرق داخل النادي الاهلي لجميع المواجهات والبطولات الفتره القادمه. وخلينا نبتدي معاكم باخبار الفريق الاول كرة القدم وجهازه الفني تحت قيادة مستر بيتسو موسيماني، واللي بعد يعني مباراة المقاولين العرب واللي انتهت بالتعادل للفرقتين فريق المقاولين والنادي الأهلي، يعني هدف لكل فريق. يمكن قرر مستر بيتسو أن بعد المباراة مباشرة تاني يوم اللاعبين تتمرن تمرين يعني خفيف لعب بالكره على ملعب مختار التتش لتفادي الاصابات، لان طبعا لو اتمرنوا تمرين قوي يعني ممكن يحصل اي اصابه لاي لاعب، فقرر انه التمرين يكون خفيف بس ان هم يلعبوا بالكره على ملعب مختار التتش. كمان بعد او قبل التمرين يعني عقد مستر بيتسو جلسه مع اللاعبين وكلمهم على بعض المكاسب واهم الايجابيات اللي حصلت يعني في الفتره الماضيه وفي المباريات اللي خاضوها في بطوله كاس الرابطه، يمكن من اهم المكاسب هي مشاركه عدد كبير من اللاعبين الشباب من قطاع الناشئين اللي قدروا ان هم يحققوا نتيجه ايجابيه واداء طيب، وكمان يعني لو حققوا حتى التعادل في المباريات ولكن يعني ادوا اداء طيب واداء قوي اداء امام يعني جميع الانديه المصريه في بطوله كاس الرابطه. النهارده ان شاء الله هيكونوا في راحه سلبيه وهيعودوا بكره ان شاء الله للتدريبات على ملعب مختار التتش عشان يستعدوا بشكل قوي للمواجهه القادمه ان شاء الله، واللي هتكون امام نادي سموحه يوم الخميس المقبل في مدينه الاسكندريه على استاد الاسكندريه في تمام الساعه 5 مساء، ودي هتكون في الجوله الرابعه ضمن منافسات بطوله كاس رابطه الانديه المصريه المحترفه. كمان خليني اقول لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي انه ان شاء الله يعني بنسبه كبيره في مباراه سموحه القادمه هيرجع تاني ويشارك عدد كبير من اللاعبين الاساسيين في الفريق الاول في صفوف الفريق الاول، طبعا زي احمد عبد القادر، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، كل اللاعبين الكبار ان شاء الله هيكونوا موجودين بنسبه كبيره في مواجهه سموحه القادمه. خليني بقى انتقل واروح لجميع الالعاب الاخرى وهبتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره السله تحت قياده المدير الفني الاسباني مستر اجاستي ابوش، واللي النهارده ان شاء الله يعني هيكون اخر الاستعدادات لمواجهه بكره ان شاء الله. يمكن النهارده الرجال السله عندهم تمرين الساعه 1، وقبل التمرين هيكون في زي محاضره فيديو او فيديو ميتنج ما بين مستر اجاستي واللاعبين عشان يكلمهم على بعض النقاط واهميه المباراه بكره ان شاء الله اللي هتكون امام نادي سموحه في تمام الساعه 6 او 8 مساء. لسه ده هيتحدد ان شاء الله النهارده بالليل من الاتحاد المصري لكره السله، هيحددوا يمكن المباراه تكون الساعه 6 او الساعه 8 بالليل على صاله امير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي، ودي هتكون المواجهه قبل الاخيره في المرحله الترتيبيه لبطوله دوري السوبر لكره السله رجال. كمان يعني خليني اقول مشاهدي قناه النادي الاهلي انه يعني لاعبي النادي الاهلي فازوا بجميع المباريات في بطوله دوري السوبر وخسروا مباراتين بس يعني امام مصريه للتامين او مصر للتامين والاتحاد السكندري، وكده النادي الاهلي في المركز الثاني في المرحله الترتيبيه برصيد 22 نقطه والاتحاد السكندري في المركز الاول برصيد 22 نقطه ايضا، وكده فاض النادي الاهلي مواجهتين بس في المرحله الترتيبيه وهم سموحه والاتحاد السكندري في مدينه الاسكندريه. كمان رجال الطايره النهارده ان شاء الله يا كريم ويا نهاوند هيختموا جميع استعداداتهم الساعه 4 العصر داخل مقر النادي عشان عندهم مواجهه ايضا مهمه في كاس مصر. يمكن رجال الماسترز قدروا ان هم يتاهلوا للدور ال 16 من بطوله كاس مصر بعد ما فازوا في الدور ال 32 امام جزيره الورد بثلاث شواط مقابل لا شيء، وبكره هيواجهوا نادي طنطا في دور ال 16 من بطوله كاس مصر الساعه 4 على الصاله بيتمرنوا دايما عليها رجال الطايره صاله الامير عبد الله الفيصل. وسيدات الطايره النهارده هيرجعوا للتمرين مره اخرى الساعه 5:30 يمكن بعد ما اخذوا اجازه يعني لمده 4 ايام، هيرجعوا النهارده ان شاء الله للتدريبات عشان يستعدوا بشكل قوي لمواجهه دلفي المواجهه القادمه ايضا في بطوله كاس مصر دور ال 16 يوم الجمعه المقبله في مدينه الاسكندريه على صاله بايونير الساعه 4 العصر، ودي هتكون ان شاء الله يعني يوم الجمعه في مدينه الاسكندريه.
وكمان رجال اليد النهارده هيختموا استعداداتهم النهارده بالليل عشان برضه عندهم ماتش مهم بكره امام نادي بنك الاهلي في دوري المحترفين لكره اليد، واللي هيكون في تمام الساعه 6 مساء على صاله قوات المسلحه. يمكن دي يا كريم ونهاوند كانت كل الامور والاخبار المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه وكمان الفريق الاول لكره القدم واستعداداتهم وتدريباتهم طبعا عشان يستعدوا بشكل قوي للمواجهات المقبله. انا معاك يا كريم واكيد معاك يا نهاوند لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. الكلام ليك يا كريم، تفضل. عايزين نطمن على الطقس منها بس كده يا كريم، يعني سلا السؤال المعتاد بتاعنا، يعني اخبار الجو ايه عندك برضو والحاله المروريه وانت رايحه يعني النادي؟ خلينا برضو ننقل الصوره للساده المشاهدين. اكيد يا نهاوند زي ما انت قلتي يمكن الحاجات المهمه طبعا اللي لازم يعني دايما نقولها او نتكلم عنها لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي وهي حاله الطقس وحاله المرور. يمكن حاله الطقس درجه حراره منخفضه، يمكن الكبرى 13 والصغرى 8. يعني كمان خليني اقول لك انه بالنسبه لحاله المرور يمكن الاماكن المحيطه بالنادي الاهلي واللي حوالين النادي الاهلي زي يعني الزمالك الدقي المهندسين كل الاماكن دي الحاله المروريه فيها جيده. يمكن كمان انا كنت جايه الصبح النهارده الحاله المرورية كانت جيده ما فيش زحمه خالص. فطبعا بقول لكل اعضاء النادي الاهلي اللي حابب ان هو ينزل يعني في الفتره الصباحيه وفي الساعات الاولى من صباح اليوم طبعا ينزل ما فيش اي مشكله. وكمان يعني درجه الحراره منخفضه لكن الجو جميل، يقدروا طبعا يجوا ويستمتعوا بوقتهم داخل مقر النادي. زي ما كريم انت قلت كده بالظبط، في انخفاض في درجات الحراره بس مش حاسين بالبرد، انت بالظبط قلت كده. شكرا ليك يا سالة جدا، غريب الموضوع.